خلونا هلا نبدا بسلافه اليوم. زي ما حكينا لكم بسلافه اليوم رح نحضر تقرير اعده زميلنا رفعت النجار. زي ما بتعرفوا انه العالم الاسلامي اليوم كله من كل سنه بيحتفل بالاول من شهر محرم براس السنه الهجريه، وهو حدث تاريخي جدا مهم. زميلنا رفعت النجار اعد لنا تقرير هيك بلخص فيه مجموعه من العبر والدروس المستفاده عن هالحدث المهم جدا وهو الهجره النبويه الشريفه. نحضر التقرير وراجعين. يحل شهر الله المحرم، فيتذكر المسلمون ذلك الحدث العظيم الذي قلب موازين التاريخ وغير وجه البشرية. إنه حادث الهجرة النبوية المباركة من مكة المشرفة إلى المدينة النبوية التي كانت سبيلاً إلى إنشاء الدولة الإسلامية، حيث شع نور الإسلام في الأصقاع ودخل الناس في الدين أفواجاً. وبمثل هذا اليوم قبل 1439 عاماً، عندما ترك المهاجرون ديارهم بمكة غير آبهين بما لهم من متاع الدنيا، وجدوا في استقبالهم أنصاراً تآخوا معهم وقسموهم اللقمة والمال والنفس. كانت تلك الصورة هي الأزهى والأنقى لمفهوم اللجوء الإنسانية والعمل على النجاة من الاضطهاد الديني بالمعنى الاصطلاحي الحديث. فرسول الله وخاتم أنبيائه يضطر إلى مغادرة بلده الذي ولد فيه وترعرع، وترك أقرباءه وعشيرته، فقال وهو يغادرها بنبرة من الحزن: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هجرة للقلوب إلى الله تعالى، وإخلاص تام في التوجه إليه في السر والعلنية. تكاد تكون تلك هي كلمات السر في بداية تاريخ جديد بدأت من خلاله معالم دولة عظمى امتدت مساحتها في أوج ازدهارها من أواسط شرق آسيا إلى أقصى غرب أوروبا، وقضت من قيامها على دول عظمى وأباطرة وملوك حاولوا بكل ما أوتوا من قوة وجبروت منع انتشار الإسلام وامتداد عبقه عبر الجغرافيا والتاريخ.